نخدموا تقويه عضلات الجسم يعني، لكن وشنو الجهه السفليه يعني راح نخدموها بكل زواياها. راح نخدموا الارجل تقويه عضلات، تمارين جد بسيطه كاع تقدروا تخدموه معايا، يعني كبير صغير وزن زائد وزن يعني عادي كاع تقدروا تخدموا معايا، لكن واش تحقوا بك نسحقوا بك لا موتيفاسيون تاعكم. انا راني واجد، الا راكم واجدين يلا نبداو بالعقل، نبداو اللي يشوفوا ديالنا تمارين جد بسيطة مشاهدينا الكرام، ما تحقوش فيها يعني مكان كبير، ما تحقوش فيها عتاد، تحقوا بك الجسم تاعكم وشوية انضباط اللي مضالين نهضروا عليه. لازم الانضباط هذا لازم يكون تسلسل في الفقرات تاعنا، لازم كل فقرة ولا كل حصة تتبعوا معنا باش هكذا تقدروا تطوروا معنا في الفقرات اللي نديرهم ولا في الحصص اللي رانا نديروهم. نبداو لهنا توجور مارشير بلاس، نخدموا دقيقة ولا دقيقتين من يعني المشي في المكان تاعي. كي نكمل واش ندير؟ راح نخدم السين، نخدم هنايا اليفاسيون جونو، يمين يسار، نسين نطلع الركبة تاعي للأعلى على مستوى الصدر ولا البطن ديالي. هنايا نسين نزيد بالعقل، يمين يسار، ما ننساش وشنو توجور نسين كونتراكتي بيان لي زابدو ديالي. هنايا كي نحس روحي آلاز نسين نطلع بالعقل. هاد الناس يعني العاديين، الناس اللي راهم في وزن يعني في وزن زائد نبقاو لهنا برك توجور بلوبسيون فاسيل. دوكا نسيو نروحو وشنو لي طالون فيس، تمرين اخر تاني باش نديرو به شويه تسخينات، راح نسحقو بزاف الجهه السفليه اليوم. لكن وشنو كما قلنا كاع تقدروا تخدموا معايا تمارين بسيطه وسهله، ما نطولوش بزاف في التسخينات، راكم تعرفوهم تسيو تكملوهم دائما، راكم نسيو نعلموكم حاجه جديده، نسيو نعطيكم حاجه جديده، تمرين جديد باش تدخلوا دائما في يعني في المرحله الاولى اللي هي مرحله التسخينات. نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول واش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه عندي لي سكوات مي افيك يعني اون اوبسيون جديده اللي راح تكون. كيفاش؟ راح نسيي نهبط هنايا في وضعيه سكوات، هنايا واحد اثنين نغلق، واحد اثنين نعاود نولي، واحد اثنين نسي ندير ديبلاسمون تاعي لليسار، واحد اثنين نروح، واحد اثنين نروح للجهه اليسرى نفس الشيء، واحد اثنين الجهه اليمنى نغلق ونفتح، واحد اثنين ونروح، واحد اثنين. نسي مشاهدينا الكرام انه واش نتمرن باش ما نخدموهش خطا، نسي ما نطبعش الركبه تاعي للامام، الركبة تاعي نسي ندير المستحيل انها ما ديباسيش الاصابع تاعي، يعني ما نجي نخدم التمرين هكا، هكذا راح يكون خطا. شوفوا ديجا كي نكون دو بروفيل راح تشوفوا باللي الوضعية تاعي ولا اللي راني التمرين كيفاش راني نخدمه خطا، هنا خطا. نسي واش ندير؟ دائما نسي نطبع يعني هنايا لي فاس ديالي اون اريير اي فال لو با، هنا واحد اثنين ونروح، واحد اثنين نعاودوا للجهة اليمنى، واحد اثنين. هنا راني نخدم لكم دو بروفيل يعني باش تشوفوا التمرين طريقة صحيحة. الناس اللي ما تقدرش معليش نقدروا نحيو لي ديبلاسمون هذاك، نخدموا هنا برك، واحد اثنين نطلع كومبليتمون نعاود نهبط، واحد اثنين. هذا الناس اللي راهي في وزن زائد تقدروا تخدموا التمرين هذا، بسيط جدا وعادي تقدروا تخدموه. لكن وشنو هنايا راح نحسبوا 20 حركة، يعني 20 خطرة التمرين هذايا في أربع مجموعات. مدة الراحة ما بين المجموعات هي 30 ثانية، يعني نخدم 20 حركة ونريح 20 30 ثانية عفوا، ونزيد نخدم 20 نريح 30 وهي مستمرة. نروح للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش راح يكون فيه؟ راح نكون بوزيسيون دو فونت لهنايا، رجل اليمنى راهي للخلف، راهي ديريجي لو جونو تاعي ديريجي فير لو با. واش ندير؟ نسي نطلع بالجونو عند الصدر تاعي نعاود نهبط، هنايا واحد نعاود نولي، اثنين نعاود نولي، ثلاثة نعاود نولي، أربعة، حتى نكمل 10 خطرات. ونروحوا للجهة اليسرى نفس الشيء، نهبط كيفاش لي دو جونو ولا ركبتين نسي ندير المستحيل تاعي باش يكونوا 90 درجة هنا ونطلع. نسي كي نطلع نطبع بالأصابع تاعي للأعلى دائما، وشنو البوستير تاعي تكون يعني يكون مسقم بيان، ما نعوجش ظهري لهنايا يعني ما نهبطش للأسفل، نسي نكون على استقامة واحدة هنا ونطلع هنا ونطلع. شحال نكمل؟ كما قلنا 10 يمين 10 يسار. نروحوا للدوزيام سيري نخدموها كوم اوبسيون فاسيل. واش ندير؟ الناس اللي ما تقدرش
معليش ما لازمش ندير لو سو اللي رانا نديروه نقص نهبط بوزيسيون دو فونت ونطلع هنا برك واحد. من المستحسن اني واش ندير نسيي نخدم يدي باش يكون تناسق ما بين الاطراف العلويه والاطراف السفليه. هنا ونطلع نخدم دو بروفيل باش تشوفوا التمرين مليح. نهبط طلع الجنو تاعي نعاود نهبط طلع الجنو طلع الجنو نعاود نهبط. إذا كنت تلاحظوا ظهري راهو على استقامة واحدة الركبتين 90 درجة 90 درجة ونسي نطلع. هذا بالنسبة للتمرين الثاني. نروحوا للتمرين الثالث. التمرين الثالث واش غيكون فيه؟ جد سهل لكن يحتاج شوية تركيز. الأرجل تاعي يكونوا يعني بوزيسيون هنايا كما راكم تشوفوا على استقامة الحوض تاعي يعني ماشي مفتوحين بزاف وماشي مغلوقين بزاف. هنا نسي نهبط الأسفل بيدي كومسي احنا نرفد حاجه يعني راح نرفد حاجه من الارض ونعاود نطلع. نسي نخلي الرجل اليمنى لاصقه عفوا الرجل اليسرى لاصقه والرجل اليمنى نسي نطلعها للاعلى. نهبط هنا نعاود نطلع نهبط ونعاود نطلع. اذا كنت تلاحظوا ظهري نسي يكون على استقامه واحده الريغارد تاعي يكون فير لو با ونعاود نحسب 10 يمين 10 يسار. نسي ان الرجل تاعي تكون لاصقه مليح باش يكون باش نحس يعني التمدد في الجهه الخلفيه. راح نبدل نخدم دو بروفيل باش تشوفوا التمرين مليح. دائما اليد اللي تهبط تاع نفس الرجل اللي تطلع للخلف. نهبط نعاود نولي هنا راح يتحسوا تمدد في الجهه الخلفيه تاع الرجل تاعي اللي تكون لاصقه في الارض. نحسب نفس الشيء 10 يمين 10 يسار. نظن هذا التمرين قاعد تقدروا تخدموه الناس اللي ما قدرتش ولا معليش كي نطلع رجلي نعاود نولي نحطها كومبليتمون باش نحكم شويه ليكيليب نعاود نولي. يعني كيفاش نخدمها؟ نخدمها هنايا نحط رجلي كومبليتمون ونعاود نولي. والناس اللي تقدر بلا ما نحط لا جومب تاعي. هذا كان اخر تمرين. هذا تمارين جد بسيطه وجد مفيده لتقويه العضلات ولا تقويه الجسم ولا عفوا تقويه يعني الجهه السفلى تاع الجسم تاعي يعني الارجل كومبليتمون. نهبط لهنا ليكيب نسي نتيري لهنايا باسكو بعد ما درنا الفقره تاعنا كان فيها يعني التمارين تاع التقويه الجزء السفلي تاع الجسم تاعي يعني راح تكون بزاف متقلصه العضلات تاعي. حنا واش لازم نديروا لها؟ لازم شويه تمديدات. التنفس جد مهم جد مهم في المرحله تاع التمديدات باش نلحقوا الاكسجين للعضلات. اذا نطلعوا بالعقل. هذا كان اخر كانت اخر حركه للفقره تاع اليوم.